مع ذكرى ملحمة البارث، تحديدا يوم 7 يوليو عام 2017 التي استشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد المنسي ورفاقه وهم يدافعون عن الكمين بمدينة رفح، والتي هي أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء. كان وقتها الساعة 4 فجر 7 من يوليو 2017 تحديدا، لما بدأ 150 إرهابي بالهجوم بواسطة 12 عربة دفع رباعي محملة بالسلاح، بالإضافة طبعا لأسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف RPG وقذائف هاون وقنابل يدوية وأيضا مفخخات، وقامت سيارة مفخخة تم تدريعها بشكل جيد وتمويهها داخل إحدى المزارع، قامت واستطاعت إنها تدخل للكمين فتعاملت معها قوات الكمين، ولكن بسبب شدة تدريعها في الوقت ده انفجرت للأسف قرب الكمين، وخلال دقيقة تقريبا كانت بقية القوات في أماكنها ترد على الإرهابيين. خليني قبل ما أكمل لحضراتكم إيه اللي حصل تحديدا في اليوم ده، إحنا النهاردة بنحيي ذكرى الشهيد أحمد المنسي وطبعا رفاقه في البطولة العظيمة ذكرى ملحمة البارث يوم 7 يوليو 2017. وكان وقتها الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة اللي ضحى بحياته هو ورفاقه وقتها للحفاظ على أرض وتراب مصر، وهو ابن مصر اللي ولد في قرية بني قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. والتحق أحمد المنسي بأول دورة للقوات الخاصة الاستكشافية المعروفة باسم سيل عام 2001، حصل على الفرقة نفسها من أمريكا سنة 2006. فعام 2013 حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وثم تولى بعدها قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفا للعقيد رامي حسنين سنة 2016، والمتمركزة بمدينة العريش في شمال سيناء. اشتهر أحمد المنسي بقيادته لعدة حملات لإنفاذ القانون مكونة من أفراد الصاعقة المصرية بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء. طيب خلينا نرجع تاني للي حصل يوم 7 يوليو 2017، ايه اللي حصل في هذه الذكرى؟ وقتها حصرت العناصر الارهابيه موقع الكتيبه بمدينه رفح شمال سيناء وهجموا عليه باطلاق النيران، وفي هذا الحين او في ذلك الحين كان يقف احمد المنسي فوق سطح المبنى وسط محاولات منه ليظلوا صامدين امام الارهاب، فاصيب بطلق ناري ادى الى استشهاده مع عدد طبعا من افراد كتيبه الابطال. صرحت كمان وقتها أرملة الشهيد أحمد منسي بأنه وصى أنه لا يغسل ولا يكفن وأنه يدفن بملابسه العسكرية. وقتها شيع جثمانه في جنازة عسكرية مهيبة من مسجد المشير طنطاوي ودفن في مقابر الأسرة بالروبيكي، تكريما طبعا لبطولاته العريقة أطلق وقتها على الكوبري العائم اللي بيربط قناة السويس القديمة والجديدة ببعضهم اسم الشهيد أحمد منسي، وسمي أيضا عدد من المدارس بمحافظة الشرقية، المحافظة طبعا اللي ولد فيها الشهيد أحمد المنسي سميت باسم البطل أحمد المنسي، فضلا طبعا عن تكريم أسرته بشكل دائم. يمكن وإحنا بنفتكر الوقت اللي حصلت فيه هذه الملحمة خلينا برضو نكون فاكرين أنه في بطولات كتير قدمها الجيش المصري في معركته ضد الإرهاب وقوى الشر بعد ثورة 30 يونيو، وبيأتي وقتها يوم 7/7/2017 تخليدا لواحدة من أهم الأيام اللي وقف فيها أبطال الجيش المصري في وجه الإرهاب الغاشم حفاظا على تراب مصر والقتال حتى آخر طلقة وآخر نفس. ويمكن خلينا نقول بعض من الشباب أو الأصغر سنا يكونوا رابطين شخصية المنسي طبعا بالدور العظيم اللي أداه الفنان أمير كرارة في مسلسل الاختيار، وكان رمضان 2020 لما أنتجت الشركة المتحدة هذا المسلسل. وكانت الأهمية هنا أنه مش بس أنه في شباب كتير وفي أطفال كتير خلينا نقول ربطوا صورة المنسي بالفنان أمير كرارة، ولكن ده كان مهم جدا لزيادة الوعي وفهم وقتها كانت المعركة ضد الإرهاب صعبة قد إيه، وخاضوا أبطال الجيش المصري وبطولات قد إيه. وحاجة زي اللي حصلت مع أحمد المنسي البطل الشهيد كان مهم أنها تخلد وكان مهم أنها تدرس ل كل جموع الشعب المصري، لأن أعتقد هي دي قوة مصر الناعمة، وهو ده الدور اللي بتأديه الدراما المصرية من زيادة الوعي، وإن يكون الشعب المصري فاهم وعارف المحطات المهمة
ويمكن احنا يعني النهارده يوم 7 يوليو ما فاتش كتير على ذكرى ثورة 30 يونيو، كنا طول الوقت بنتكلم انه بعد ما نجحت ثورة 30 يونيو وبدأنا معركة جديدة وهي معركة القضاء على الإرهاب، وقتها راح كتير قوي من شباب مصر وشباب زي الورد. فلو ما كانش في محطات مهمة تخليدا لذكرى هؤلاء الشهداء وأبطال مصر، أعتقد هيبقى في مشكلة في الوعي عند ناس كتير قوي. فخلينا نقول ان احنا فخورين بهذا البطل وبكل ابطال الجيش المصري اللي فضلوا يقاتلوا لحد اخر لحظه واخر طلقه ولم يستسلموا، يمكن هو ده المعروف عن الجيش المصري. فكان مهم ان احنا نقف وقفه زي دي تخليدا لذكرى شهيدنا العزيز الشهيد احمد المنسي البطل، وطبعا يعني بذكرى كل الشهداء اللي كانوا معاه وقتها وأبطال الجيش المصري من أول ما بدأت معركتنا ومعركة القضاء على الإرهاب لحد ما تمكنا الحمد لله من القضاء عليها بشكل نهائي. أخيرا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة، دائما كونوا معنا على مدار الساعة ودمتم في أمان.